بيوقف الملك بعيد الملك وبيقول تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم. تعرفوا الخبرية، لأن جعت عطشت، كنت محبوس، كنت محتاج واهتميته. وبيبرم لعند أهل الشمال وبيقول لهم اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده، لأن جعت وعطشت، كنت محتاج ولم تفعلوا شيء، لم تفعلوا شيء. الإنجيل يلي قريناه اليوم، لما بيجي الملك في مجده وبيوقفوا الملائكة كلهم وبيجمعوا له جميع الأمم قدامه، فعل واحد بيعمله، وانتبهوا منيح، الباقي هو شرح لهالفعل. يفرز، بيفرزهم بلحظة، وبعدين بيشرح لهم بالحق، الحق الحق أقول لكم، ليش انفرزوا بهيدي الطريقة. فإذن متى حضر الملك ومتى حضرنا نحن أمام عرش الملك، في عدالة، في عدالة لكل الناس، مسيحي ومش مسيحي، انتبهوا، جميع الأمم بدك توقف قدام الملك وبدك تنفرز، يا إما ما اهتميت يا إما اهتميت. مش بس بالفقير والمحتاج والغني، مش بس بهود اللي عدن، هو عم بيعطيهم مثل تيفهموا، وبيكررها وبيكررها الإنجيل لحتى نتعمق فيها ونعمل فحص ضمير. هل نحن من أهل الملاعين يلي رايحين على جهنم، أم نحن رح نورث الملكوت المعد لنا من قبل إنشاء العالم؟ اسمعوا منيح، في ملاحظة كتير مهمة وعليها بدنا نبني. كيف الله حب وبيخلق جهنم وبقلنا اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية؟ كيف بيحرقنا؟ شو هالإله اللي رحوم المحب يلي بيعمل شيء اسمه جهنم؟ ما بتمرق على راسكم شي مرة؟ بتمرق، وخاصة على راس اللي مش مسيحي وما بيعرف حب الله ورحمته، أكتر شيء ما بيمرق غيره، نار رايحة نار جاية. أنتوا بتعبدوا إله بيولع الناس، بيولع الناس ربنا، مظبوط؟ إيه لا، اسمعوا منيح وانتبهوا لهالفكرة ولهالملاحظة يلي دايما نقطع عليها مرور الكرام. بيقول تعالوا يا مباركي أبي، يلي بيركنا من إني كل الأمم اللي قربوا، بس هو عم يفرزهم، عم بيقول لهم أنتم مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم. يعني نحن بفكر الله بده الخلاص تبعنا منذ أول إنشاء العالم، لقلنا الخلاص، لقلنا السماء. طب لمين جهنم؟ الله خلق جهنم؟ اسمعوا منيح، اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية، مش المعدة لكم منذ إنشاء العالم، المعدة لإبليس وجنوده. نحن الله ما خلقنا لنروح على جهنم، الله خلقنا لنعيش بالسماء، والسماء بتبلش من هون بالقصص اللي عدن. بس إبليس وجنوده، مين جنوده؟ يلي فرزوا حالهم من هلأ إلى جهنم. فإذا مش ربنا عم يبعتك على جهنم، ولا ربنا بحب إنك تروح أو تروحي على جهنم، طلعوا منا بقى هالفكرة لحتى تبرروا حالكم، لحتى تقولوا لحالكم إنه نحن كتير منيح، الله الظالم، نحن منغلط، مين ما بغلط؟ لا، في فرق بين إنك تغلط وتتوب، وفي فرق بين إنك تختار الشر ويكون طريقة حياة لإلك، فرق كتير كبير. لما بتختار الشر أنت من جنود إبليس، والنار المعدة لإبليس ومعدة لجنوده حضرتك رحت وتسجلت فيها من هون، أنت رحت بكل حريتك ووضعت حالك بجهنم من هلأ لوقتها، لأنك ما عملت شيء، شفت الشر وقبلته. بمجرد ما تشوف الشر، الحقد، قلة العدل، اللي بدكن إياه، المريض، المحتاج، التعبان، وما تفرق معك وتكفي حياتك عادي، يعني أنت
متخاوي مع الشر، يعني أنت من جنود هيدي المملكة ومرتاح فيها. فإذا أنت تفرح إذا الناس تألمت، تنبسط، ما بقى بتزعل، ما أنت هذا اللي بدك إيه؟ أنت بدك الناس ما تكون مرتاحة، بدك الناس ما تكون مبسوطة، بدك المال يجي لعندك، بدك السلطة لإلك، بدك تحقق شهواتك، وهذا يكفي بالنسبة لإلك. فسوف تفرز يوما ما، ما بدك شيء قدام ربنا. لما بيوقف الخير والحب والضوء، رح العتمة تهرب، رح الأشرار لوحدهم يعملوا هيك، ما فيهم يقشعوا ضوء ربنا، حينزلوا على جهنم. هن مش ربنا رح يخدهم، رح يقولوا نحن هل اخترناه من قبل، لا بدك تغير علينا، احنا معوضين. تعرفوا قصة هذا اللي مات وطلع على السماء، قالوا له نقي، بدك السماء أو جهنم؟ قال له ليش، مش الله هو اللي بيفرز؟ قالوا له لا، بحريتك أنت، أنت بتنقي. قال له أنت كيف بدي نقي؟ قالوا له رح نحضرك دعاية وأنت بتختار من وراها. فرجوه هيك السماء مثل ما نحن عطول منصورها، بس هي صورة، غيوم، ملايكة، ملاك عم بدق على الكفارة على الأرض، عم بيرقصوا هيك وقاعدين سلام وكذا. حب هيك، قال لهم ايه بتحب تشوف جهنم؟ ايه بفضل تشوف جهنم كمان. جهنم رقص وفقش ودبكة وأكل رايح أكل جاي. طلع هيك قال لهم بنقى جهنم. قالوا له بس ما السلام والحب والهدوء. لا 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 لا، نقى جهنم، نقى جهنم. ماشي تطلع لتاني مالي، نقى جهنم. قالوا له اوكي، بعتوه نزل على جهنم. شي انه وصل لتحت، الدنيا والعينة، الشر اكل بعضه، الخبيط، القتل، الدم، النار، الحريق، الكره، الانقسام، الانقسامات والخداع والكذب والمنفقة. وقف هيك قال له شو هي؟ قالوا له شو؟ قال له مش هذا الشيء اللي شفته؟ قالوا له لا، هديك دعاية بس. نحن الشيطان اليوم بيعطينا دعايات، دعاية انه الشر شي حلو، انه كل شيء انت بتنتلي من هالحياة انت بتعيش مرتاح، دعاية دعاية. الحقيقة هي لما بتحمل صليبك بحب بهدوء وبتمشي، تمشي درب ربنا، الملك رح يوقف يوما ما ويقول لك تعا انت كنت بتشبه الدستور اللي انا حطيته، بتشبه الجنود اللي انا تكلت عليها، بتشبه المستشارين يلي حطيتهم حتى يعطوا خيراتهم للناس وافكارهم وبركاتهم للناس، تيشدوا هالشعب طيوقفوه على إجراء. هاي مملكة ربنا. طيب تسمحوا روح على رسالة مربولوس إلى أهل روما على السريع. عندكم شيء؟ شو عندكم؟ رسالة مربولوس اللي سمعتوها هلأ بتبلش بجملة عنوان، من هم جنود إبليس؟ من هن جنود إبليس؟ شو بدي فيهم؟ طب ما أقعد نبش مين هن جنود إبليس، خليني أشوف مين نحن جنود الله بمملكته، جنود الملك بمملكته. ساعتها ببين من هن جنود إبليس، لأنه هن العكس. شو بيقول بولس؟ بيقول لتكن محبتكم بلا رياء، نقطتين وببلش يشرح كيف يعني بلا رياء. بلا رياء يعني بلا تمثيل، بلا خداع، بلا حرب بقى حتى تاخد مصلحتك وتظهر أنك أنت الرائع بعيون الناس. هيدي المحبة ما بتمشي مع ربنا، لأنه بيعرف قلبك، بتمشي مع اللي حواليك وبتضحك على ناس وبتأذيهم، بس ما فيك تضحك على ربنا. محبتكم بدها تكون بلا رياء، مش مظاهر. ليك شو بيقول؟ تجنبوا الشر. بدك تكون أنت مع ربنا، زيح عن الشر، ما تنخلط فيه. قد في أشخاص بيجوا بيقولوا لي أبونا نحن هاو أصحابي بيخدوني على البارات كباريات، رح نروح نشرب نروح كذا. طب ما عندي غيرهم، ما عنده أصحاب غيرهم، بكرة بتلتقوا بجهنم. يعني ما تخاف، مش رح تتركوا بعض، يعني رح تدلوا هيك للآخر. جانب الشر يا خي، شو هالمحبة اللي كلها كذب؟ انت ورفقاتك انتوا ما بتحبوا بعض، انتوا عم بتدمروا حياة بعضكم. يا أبونا صلينا ومتنا وتعبنا ونطلع ونزور لحتى ابني يطلع من المخدرات، شئ إنه طلع كان مبسوط وعم تتحسن حياته. إجا واحد من رفقاته القديمين أخذوا صهر وصهرة، رجعنا على الصفر، رجعنا على الصفر. شو هالمحبة؟
شو هالرفيق؟ هذا شو هذا؟ هذا الجند من جنود إبليس. هذا يلي بيعزمك وبيعمل لك دعاية تحضرها لحتى تنزل على جهنم ومفكر إنه السما شي بزهق لأنه فيها حب وخير. بيقول تجنبوا الشر ولازموا الخير. دايما اعدوا مع اللي فيه خير، عيشوا مع اللي فيه خير. ما في حدا فيه خير؟ لك عيشوا مع القديسين، عيشوا مع ربنا، مع كلمة الله بالإنجيل. تعرفوا كل ما واحد كبر بالحكمة بيقل له عدد أصدقائه. ليه؟ مش لأنه هو بصير مسكر على حاله، لا، لأنه بصير منفتح على الله أكتر، فبينفتح على الناس بس بحدود، ويصير يقل العدد تيصير يقعد بينه وبين ربه. بيقول أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية. يا خي اعتبروا خيك، بس ما هون المشكلة، ما الأخوة المشكلة، ليش إن الأخوة بيحبوا بعض حتى يلتقوا بالناس ويعتبرون إخواتهم؟ الخي اللي بحب خيه، هذا خي ورا الكاميرا عم ببوسني عامل لي هيك، أنا بحبك ما تنساني، يعني عم بحكي عن اللي ما بيحبوا بعضهم. ليك أنت جاي عم بتخدم، حكيني بعد القداس. بيقول مربولوس كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين. انتبهوا الكسل من الشيطان. أنا قاعد ما بعمل شيء، ما شو قال لهم؟ كنت جائعا عطشانا فقيرا محبوسا ولم تأتوا إلي. أي متى؟ لأنه تلقيتوا فيهم بس ما اعتبرتوهم الملك، كسلتوا، قلتوا شو بدنا فيهم هودي، بكرة لو الملك جاي هو بزيتهم نهتم. بالروح حارين للرب عابدين، مش بعبد أنا أغراضي وسيارتي وكليكيشي، ما بعبد الأمور الخارجية. هلا بيقوموا علي هلا إذا بحكي جماعة الرفق بالحيوان. مرة في بيت عم يولع وراكدة مرة وتقول كوكي كوكي حبيبي كوكي، وركضوا هالعالم فكروا بنت عم تحترق جوا، قتلوا بعض. كان مات الزلم اللي قدر يوصل على قلب البيت، طلعت كوكي بسيني كوكي كوكي مياو، طلعت بالزاوية. اوكي بفهم شعورنا، بس انا كنت روحت واحد من رجال الاطفاء كرمال كوكي. يعني بمطرح ما نحن بدنا نعبد ربنا مش الحيوانات ولا الغراض ولا المال ولا الاساس ولا كذا. بليز افهموا لما بحكي هاللغه، مش معناتها ما نحب الحيوانات بس نحب البشر. يا ابونا في حيوانات احسن من البشر. ايه اوكي لك ما هو بسمعهم كتير، ما هذا تفلسف اسمه، هذا اسمه تفلسف. ما في كلب وفي بالطعميه بحبك، في انسان وفي تأذيه مرات بدل وفي، مش بينطر شو بالطعميه هو لانه الوفى فيه. هول بدنا نحبهم، بدنا نفهم شو هي المحبه والعباده الصح. بالرجاء فرحين. نحن يا عمي شو في شيء شو في شيء بده يفرحنا بهالدنيا يا ابونا؟ حرب وتعتير وكذا، شو بفرح؟ الرجاء انه ربنا حاضر وبكره احسن، وعلى الصلاه مواظبين ليكون بكره احسن. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. اختن لعملن لجابن، هودي مش لقلنا نحن المسيحيه. لك الله يوعيهم، الله ينورهم، الله يباركهم، الله يغير لهم طريقهم، الله يحط حدا بدربهم يزبط لهم مسيرهم. هاو اللي نحن بدنا نطلبهم، وهو فيهم صليب بس هو بدنا نطلبهم. افرحوا مع الفرحين، ابكوا مع الباكين. افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين. مش كون انا دايما بارازيت مع الجماعة اللي موجود فيها. اذا هن حزينة انا مبسوط بلا يأس ودراما، واذا هن فرحانين انا حزين. ليك عم ينبسطوا هلا وقت فرح. عن جد قديش نحن ما فينا روح الله، ما فينا حب، ما فينا بساطة، ما فينا نشوف ناس مبسوطين بدنا نلاقي لهم شيء حتى نقهرهم حتى نحزنهم. ما منحب نشوف حدا مبسوط، واذا ناس حزينين ما منعرف نتعاطف معهم. خلصونا بقى انه عم تبكي عليه فل، عم تبكي عليه فل، تخلصنا بقى. يا عمي بدنا نتفهمهم، بدنا نتحس معهم لهالناس. كونوا هاو وكونوا هاو، كونوا متفقين بعضكم مع بعض، متواضعين لا متكبرين، لانه بس توصل للكبر يا زدتهم كلهم هودي بزباله، ما في شيء بيزبط منهم. لا تبادلوا احدا شرا بشر، سالموا جميع الناس. ليك شو حلوه ها، سامعوا سالموا جميع الناس
إن أمكن على قدر طاقتكم. يعني ما تفكر حالك أنه أنت بالقوة بدك تخلق سلام مع جنود إبليس، ما بتزبط، ما هي غير مملكة. بس أنت بتجرب قدر الإمكان. بس إذا هذا الشر، هذا الإنسان منقي طريق الشر، أوكي، حقك تزعل، حقك تبعد، وحقك تحمي حالك وتحمي قداستك وتغير طريقك عن هؤلاء الأشخاص المشاغبين الملعين أصحاب النار الأبدية. فإذن رح أنهي، ما رح طول بقى عليكم حتى تعرفوا أن رح خلص. إن جاع عدوك أطعمه، إن عطش فسقه. تخيل عدوك، لك عدوك كيف إذا خيك ورفيقك؟ لك عم بيعطينا ربنا ارتقاء بالإنسانية إلى اللا حدود. بدك رغم كل الظروف تدل إنسان، شو هالإله العظيم، شو هالإله الحب. لك إذا حدا ما بتطيق وبتكرهه قدامك، مقهور محتاج، بدك تكون حده، ما تسمح إنه يأذيك، بس بدك تكون حده لحدود معينة. عدوك طعميه وشربه بس ما تعطيه سلاح، طب ما يقوصك، بس طعميه وشربه واهتم فيه. يا جماعة بيوتنا عم تنخرب لأنه ما بقى عنا شيء من هيدا الفكر. أنا مش عدوي بس بكرهه، أنا بيتي بكرهه، أهل بيتي ما بطيقهم. لك إحنا بنتمنى الحقد لبعض، لما تفوتوا على بيتكم بتحسوا بكهربا. ليه؟ لأنه كلكم ناطرين بعض على كلمة، كل واحد ناطر التاني يقول كلمة لتبج. مرة أحد الأشخاص قال لي أنا بقعد باكل مع أهلي، كل قعدة بدنا نتخانق ونعمل مشكل. شو هالعائلة ها؟ لك في بيناتكم كتار هيك؟ ليه بيتنا بده يكون هيك؟ ليه بيوتنا بدها تكون أداة للشر، مسرح للعب الإبليس وجنوده؟ ليه؟ روح في الهدوء، في التواضع، في المحبة اللي ما فيها رياء. شوي منكسر منظر لإله، للشخص اللي بوجه إنه بلكي تعبان، بلكي هو بده يقشعني إن أنا تعبان، وهداك بيقول أنا بدهم يتفهموني، كل واحد بناطر التاني يتفهمه، بدل تشنج واحتقان كل الوقت. دق الباب، في ناس بيقولوا لي أنا إذا بسمع الباب عم ينفتح، يعني وصل بي أو وصلت أمي أو وصلت أختي يلي هن، ببلش نرجف قبل ما حتى نلتقي، بنصير نهرب بالقوة طما نطلع وجه بوجه، لأنه متى طلعنا أو متى سألني سؤال أو سألت سؤال علق المشكل وطلوا الجيران على أصواتنا. عنا بيوت هيك، وين السلام؟ من وين بتكون تجيبوه السلام؟ منه بالطيران وبالحرب وبهو، سلام ببيوتنا. إذا بيتنا ما فيه سلام ما في شيء. وبينهي بولس وبيقول لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير. يا جماعة احفظوا منيح، إبليس وجنوده هن معدل لهم نار جهنم، وهن اختاروها من هلأ، لأن المملكة منقسمة على ذاتها، لغتها الكذب، تسعى لهدم وتقسيم وزعزعة مملكة يسوع، مملكة المحبة بلا رياء، مملكة الملك بجربوا أنهم يدخلوا عليها الظلمة والظلمات. جنود إبليس بيتبنوا أفكار بين قاتل الأنبياء والرسل والشيوخ والكلمة الحلوة، يلي بيقتل الصوت الصارخ بالبرية وبيقطع له راسه. بتنفذ مخططات الشرير، بتنشر العداوة، القلق، الخوف، الكسل، الكذب، الظلم، اليأس، الإحباط والموت في الظلام والكبرياء. فحصوا ضميركم إذا أنتم من جنود إبليس، لأنكم أنتم عم تنقوا نار جهنم، ما حدا عم بيعزمكم عليها. أما المسيح الملك ومملكة المسيح وجنوده مباركي الآب، بالرغم من ضعفهم وبالرغم من وقعاتهم يخدمون الملكوت. لغتهم الحق والحقيقة، كلامهم بركة ورجاء، يعملون مشيئة يسوع، ينفذون إرادته بكل جرأة وبعناد مقدس. مش العناد التيسنة، العناد المقدس، يعني أنا مبزيح عن الحب والحق والرحمة، ولو عقطع راسي. هودي الشهداء، شهداء الكنيسة الأوائل، بكل جرأة يحبون بكل شفافية وبلا رياء، يحملون صليب الحب
لأنه هذا منه هين، كل يوم ويسيرون في بلاط الملك، في ملكوت الله مع الملك السماوي يسوع المسيح إله المحبة والرحمة والعدل. ربي خلقت الأكوان والدنيا كلها إلك، بيدك جبلت الإنسان ورسمت العالم والفلك، وملوك الأرض احتلوه حتلن ابنك صلبوه، بس بقلبي اللي بحبه بيبقى يسوع الملك، بيبقى يسوع الملك يسوع.